أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. ويا من يخطب وصله يقظة ومنى صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على أفضل من بالتقى حقا. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد
واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعدى. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعدى. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من مد لخير الخلق يدا أحد فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء. مددت لخير الخلق يدا أحد إلا ربي سعيدا العمر.
يا ذخري وأنيرني منك فيك نداء
ليس لي سوى روحي ثمن يا روحي ليس لي سوى Yeah.
يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنيا مثل طه في الورى بشرى خير من فوق الثرى أثرى طهير الأنساب يا من الرحمن
لك تمدى
بشرين واجتماع يوم حشرين واجتماع يوم حشرين واجتماع
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهي يا سميع يا بصير إلهي يا سميع يا بصير ويا علمي بي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولما نازم الفقه من ضرري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحك الرهل فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك حامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جمع أقوارنا وتقدمنا قلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع قطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين وقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع
جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.